قبل أكثر من ستة عقود تم اعتماد 20 نوفمبر يوما عالميا للاحتفاء بالطفولة. وبعد مضي كل هذه السنوات من التعهدات الدولية، يبقى هناك الكثير من التحديات لضمان حياة آمنة لكل أطفال العالم. لنعد أطفالا لبضع لحظات، لنرسم على طريقتهم، لنبتسم، لنحملق على طريقتهم، لنحلم على طريقتهم. ألم يغدو العالم أجمل لتلك اللحظات؟ دعوة بنبرة متفائلة كهذه يحملها اليوم في طياته، إنه 20 نوفمبر، اليوم العالمي للأطفال. أقر هذا اليوم على أجندة الأمم المتحدة منذ 65 عاماً مضت. الدافع كان حينها تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لتحسين وحماية وضمان ظروف أفضل للأطفال والطفولة في العالم. بعد مضي كل هذه السنوات، يبقى اللون الأزرق الصافي لوناً معتمداً لهذا اليوم. اللون نفسه تتخذه منظمة اليونيسف لرعاية الطفولة شعاراً وراية تحت مظلة قانونية يضمنها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتمدة في عام 59، يواصل العالم الكبير مسيرته لحماية عالمه الصغير. نعم، لا يزال لون الطفولة بعيداً عن الأزرق الصافي بأرقام مأساوية وداكنة تثقل عالم الطفولة حول العالم، بين ملفات الفقر والجوع والمرض واللجوء والحروب وعمالة الأطفال والاستغلال الجنسي وغيرها الكثير. طفولة تسلب لا تزال، ولكن هناك الكثير مما تحقق، تقول البيانات ويجدر التوقف عند تلك المحطات الجميلة. عساها تذكر العالم اليوم بجمال الطفولة حين تبتسم. وفق بعض من تلك البيانات، زادت أعداد الأطفال في المدارس الابتدائية حول العالم بنسبة 40%. انخفضت نسبة الوفيات بين الأطفال بالأمراض الفتاكة بمعدل 99%، في حين كانت تلك الأمراض تودي بحياة 1000 طفل يومياً منذ 3 عقود مضت. انخفضت بشكل كبير حالات الزواج بالفتيات القاصرات في الدول الفقيرة. أنا لما بدي أكبر صير رسام. أنا لما أكبر بدي أصير محامية، طبيب أسنان. الطريق لا تزال طويلة صوب الأزرق السماوي المأمول، والملايين من الأطفال لا يزالون ينتظرون تلك الابتسامة والنظرة التي ستعيد لهم طفولتهم. وعليه لابد أن لا ننسى يومهم ووعدنا لهم في يومهم. معنا الآن من عمان مديرة الإعلام الإقليمي في منظمة اليونيسف جولييت توما. مساء الخير جولييت، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. لافت ونحن نتابع هذا التقرير الجوانب الإيجابية، يعني نحن في وسائل الإعلام عادة ما نركز على السلبي وعلى مناطق الصراع والمآسي التي يتعرض لها الأطفال، ولكن في المقابل هناك الكثير من الإنجازات التي أيضا تنبغي الإشارة إليها. جولييت، لو أردنا أن نجمل بشكل عام بعد مرور 6 عقود على هذا التاريخ، أين هو وضع الطفل اليوم في العالم بشكل عام؟ هل نحن في تحسن بالمجمل أم أن الأمور تتراجع بشكل عام؟ شكرا جزيلا مهند على هذا التقرير الجميل، بالفعل يبعث التفاؤل. أحب أن أسلط الضوء على المنطقة، على منطقتنا يعني. وبالرغم من كل الأمور وكل النزاعات وكل الأوضاع السيئة، وضع الأطفال حصل به تحسن خلال 3 سنوات الماضية. يعني هناك نسبة الوفيات أقل، هناك أطفال أكثر في المدارس، هناك أطفال أكثر في المنطقة يصلون إلى المياه، بالرغم من أننا نعيش في أفقر المناطق يعني من ناحية المياه. فهناك الجانب الإيجابي، وأشكرك جدا على تسليط الضوء على هذا الجانب أيضا. يعني هناك جانب إيجابي، ولكن أيضا جولييت يعني يجب ألا نغفل تماما الجانب السلبي، لأنه للأسف يعني خاصة في السنوات 10 الماضية وما شهدته هذه المنطقة من صراعات ومن حروب إلى آخره، يعني لا شك أن هناك دول معينة الأطفال فيها في وضع لا يحسدون عليه. نتحدث عن دول مثل اليمن، مثل سوريا، مثل العراق، مثل ليبيا ربما. كيف هي الأوضاع في هذه الدول المضطربة، وما الذي ينقص الأطفال هناك برأيك؟
هناك 25 مليون طفل بحاجة اليوم إلى مساعدات إنسانية. طبعا المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بشكل حالي يعني آنيا مثل سوريا واليمن كما تفضلت، ولكن أيضا السودان وفلسطين وليبيا وأيضا دول هي تستضيف اللاجئين من سوريا أو من فلسطين أو من العراق، والعراق طبعا يعني فأغلبية الدول في الواقع هناك بها مشاكل عديدة. ولكن لو وضعنا الصورة الإقليمية للمنطقة، في المنطقة مشكلة تتعلق بالحوكمة وبالحكم، ارتفاع نسب الفقر، النزاعات طبعا، ولكن العنف المتفشي في المنزل وفي المدرسة وفي الشارع، العنف المتفشي في المجتمعات، البطالة المرتفعة جدا هي الأعلى بين الشباب في العالم في المنطقة. كل هذه العوامل أدت إلى تدني في تقدم وضع حقوق الأطفال في المنطقة. أشرت إلى مسألة الحوكمة والحكم الرشيد وكل هذه الأمور، لا شك أنها تنعكس بشكل مباشر على أوضاع الطفل، وليس فقط على أوضاع الطفل، على أوضاع الناس بشكل عام. يعني وضع الناس يتحسن كلما كانت شكل الحكومة وطريقة الحوكمة أفضل. إلى أي مدى هذا يعني واضح في عالمنا العربي جوليان؟ بكل وضوح يعني قد تفسر هذه الأمور لما هناك عشرات آلاف من الشباب اليوم موجودين في الشوارع يعني يطالبون بالأساسيات اليوم مهند، الأطفال والشباب أيضا يطالبون بالكرامة في الواقع، يطالبون بالحصول على المياه الصالحة للشرب، على أماكن عمل، على الكهرباء، على الإنترنت من غير انقطاع. هناك يعني شباب يتخرجون من أحسن جامعات ولا يجدون فرص عمل. وصلنا إلى وضع يطالب به الشباب والناس كما تفضلت بمجرد الأساسيات، بالحصول على حياة كريمة، وهذا من أدنى المستحقات يعني في القرن 21. وهناك حاجة لتلبية هذه المطالب، وهناك طبعا مسؤولية ليس فقط على الحكومات، ولكن هناك مسؤولية بيننا جميعا كأفراد لتحسين هذا الوضع الحالي. الأطفال في فلسطين جوليت لهم وضع خاص في المناطق الواقع تحت الاحتلال، يعني ربما هذا أطول احتلال موجود في العالم اليوم. إلى أي مدى ينعكس هذا بشكل مباشر على وضع الأطفال من ناحية التعليم، من ناحية الرعاية الصحية، من ناحية الصحة النفسية وكل هذه الأمور؟ أكثر تأثير للنزاع يعني على الأطفال في فلسطين هو التأثير النفسي. في الواقع نسب الالتحاق في المدارس ونسب اللقاحات هي من الأعلى في المنطقة في دولة فلسطين لو نظرنا إلى الإحصائيات، ولكن هناك طبعا أثر نفسي وخيم للنزاع الدائر في البلد، وهذا طبعا ينعكس على المستقبل وعلى مستقبل الأطفال. ومن هنا اليونيسف تشرف على مجموعة من البرامج، برامج الدعم النفسي من خلال عملنا في دولة فلسطين، وتحديدا نركز على موضوع الرياضة في الأساس بين الفتيات والفتيان، وهذا من شأنه التخفيف ولو لبعض الشيء على الأزمة وعلى الصدمة النفسية التي يتعرض لها الكثير من الأطفال في دولة فلسطين. منظمات مثل اليونيسف جوليت التي تقوم بعمل رائع فيها في هذا المجال بحاجة أيضا إلى يعني أجواء إيجابية للعمل في بعض هذه المناطق، خاصة مناطق الصراع، بحاجة إلى أولا تعاون جيد مع الحكومات هناك، وأيضا ربما أيضا تضطر للتعامل مع ميليشيات معينة، مع مجموعات غير حكومية تسيطر على مناطق معينة. إلى أي مدى هذه المسألة تعرقل عمل منظمات مثل اليونيسف؟ تعرقل بالفعل، هي من أكبر التحديات التي تواجه منظمة اليونيسف من أجل إداء واجبنا الإنساني تجاه الأطفال في المنطقة. يعني هناك عراقيل غير ضرورية أبدا تفرض علينا كطواقم إنسانية وطبية تعمل على الأرض في دول النزاع، وهذا أمر طبعا غير مقبول. يعني نحن نقوم بأداء واجب إنساني، نحن نخفف من معاناة الناس على الأرض،
وهذا واجبنا طبعا، ولكن نحن نقوم بتضميد الجراح وليس لنا علاقة بالسياسة. فمن هنا هو نداء عبركم في الواقع لكافة أطراف النزاع في المنطقة لتخفيف العراقيل والقيود المفروضة على طواقمنا الطبية والإنسانية على الأرض، لأن كل ما نبغى يعني الحصول عليه هو تقديم المساعدات لكل الأطفال المحتاجين في المنطقة وهم كثر. ونحن أيضا نشاركك جوليا هذه الدعوة، لأنه في نهاية المطاف الأطفال للأسف هم دائما من يدفع أغلى ثمن في مناطق الصراع ومناطق الحروب. شكرا جزيلا لك جوليت توما، مديرة الإعلام الإقليمي في منظمة اليونيسف، كانت معنا من عمان. الساعة الثانية من غرفة الأخبار بعد قليل ونناقش فيها: احتجاجات بغداد، ميليشيات الحشد تتمسك بالنظام، وأيضا في الساعة الثانية سجال الشمال السوري، موسكو تضبط الإيقاع بعد قليل.